القضية في نسخ الحديث في الصفحة 1000 باحثا عن أدلة الإدانة وأدلة البراءة في نفس الوقت. وهو بصدد تلقي شهادة كل من وردت هويته في الأبحاث وإتمام الإجراءات الضرورية للكشف عن الحقيقة، علما أن قاضي التحقيق لا يبني قراره النهائي على مجرد المسلمات أو على الأفكار المسبقة بل على الإثباتات، ويعلو ولا يعلى عليه. أنا قد يقول قائل وأنا في القضية هذه ثم وزارة داخلية من الجانب ثم قضاء عسكري ثم محافظة فريان يكون عنصر ضعيف، هذا أو مش صحيح، لأن ثم معطيات قالها محافظة أعلى هذايا حكم تحقيق الآن قاعد يثبت فيها في صحتها في مصداقيتها وعلى أساس ثبوت أو عدم ثبوتها يتخذ قرار النهائي بغض النظر عن جملة الأطراف الموجودة في القضية. أعلى فريان صرح لدى حكم التحقيق بأنه تعرض للعنف وسجل عليه قاضي التحقيق هذا، وأكثر من ذلك عندما عاين عليه كدمات عرض على فحص طبي، عرض على فحص طبي. والموضوع هذا إجرائيا يلزم حكم التحقيق يواجه مكتوب إلى الكيلتان الدولة يعني الواقعة هذه اللي هي منفصلة عن ملف القضية وتم فعل إعلامه، وربما ما عادش توجيهها ولا مش يقع توجيهها إلى سيد الملك جمهورية المحكمة الابتدائية في تونس باعتبار هذا الموضوع هذا بالذات مش اختصاص قضاء عسكري. نخرج عن اختصاص قضاء عسكري. احنا هو محكمة مختصة عن اختصاصنا في نطاق المحكمة وفي نطاق المتعلق بالعنف كل الإجراءات هذه سجل وتعرض على فحص طبي وعاين عليه ومش يقع التخلي عن الموضوع هذا الجزئي إلى بيت سيد الملك الجمهورية ويتعالج به. تفضل. تعهد القضاء العسكري بالموضوع